الانطلاق بوفق اعزاء الجمهور والحضور الكريم. 11 من الجهاد العربية الاصيلة تشارك على كأس روضة المجد، ثنائي حسن بن علي المطوي في صدارة جميلة ولاهور والفارس جيراد افرانش. من الجهة الخارجية جلمود علي بن حمد بن علي العطية والفارس سليم غلام، في الترتيب الثالث ريتش فرنشمان مربط حالول والفارس الالماني مارفن سورلاند، والمنعطف الاول من امام المنصة الرئيسية، ولا تزال الصدارة مع الجواد الاسود الجواد لاهور. حسن بن علي المطوي في الوصافة، جلمود علي بن حمد بن علي العطية والفارس سليم غلام المنعطف الثاني ونقطة 1200 متر. والصدارة جميلة وقوية لحسن بن علي المطوي. نشاهد بعض الجهات في وضع الانتظار، هناك الجواد حاران في وضع الانتظار واللون البرتقالي زاهي مربط إنجاز أيضا في الترتيب الرابع، وبالقرب الآن الجياد أصبحت بالقرب من المنعطف ما قبل الأخير، ولا تزال الصدارة جميلة وقوية وحسن بن علي المطوي والجواد لاهور اتجاها إلى المنعطف الأخير. محاولة للحاق الآن جلمود وسليم غلام خطوة بخطوة مع الجواد لاهور ونزاع مجد العريق الآن من الجهة الداخلية والفارس تجوشي والأمتار الأخيرة المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية. جلمود من وسط الجياد، علي بن حمد العطية ولاهور في صدارة بفارق الطولين ومجد العريق الآن، ثنائي حسن بن علي المطوي لاهور الجواد الأدهم في الأمتار الأخيرة، وفي الوصيف مجد العريق. التهاني والتبريكات لحسن بن علي المطوي. أعزائي الجمهور والحضور الكريم، ونتائج شوط الكأس روضة المائدة: جاء في المركز الأول الجواد رقم 3 لاهور، مركز حسن بن علي المطوي والمدرب حسن المطوي وخيال جيرالد أفرانش. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 8 مجد العريق، مركز حسن بن علي المطوي والمدرب حسن المطوي والخيال تاجو شي مبروك. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 2 جلمود، ملك سيد علي بن حمد بن علي العطية والمدرب محمد بن حمد العطية والخيال سليم غلام. وفي الترتيب الرابع الجواد رقم 1 حاران، ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والمدرب جوليان سمارت والخيال ريتشارد مولين. وفي الترتيب الخامس الجواد رقم 5 ريتش فرنشمان، ملك سيد مربط حلول والمدرب يوسف بن طاهر والخيال مارفن سورلاند. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ بانتظار التتويج على كأس روضة المائدة. الجواد لاهور جيرالد أفرانش، برافو. والمدرب حسن بن علي المطوي، حسن بن علي المطوي وثنائي كأس روضة المائدة. ألف مبروك، تفضل يأخذ الكأس من سعادة الشيخ حسن بن خالد الثاني، وكأس المالك أيضا حسن بن علي المطوي، وكأس الجواد لاهور الفائز والبطل لكأس روضة المائدة، والصورة الجماعية والتذكارية وطاقم الجواد لاهور. منصور الشهواني، حسن بن علي المطوي، مالك الجواد لاهور، سعادة الشيخ حسن بن خالد آل ثاني، سعادة الشيخ محمد بن فالح آل ثاني، جيرالد أفرانش، سيد سامي جاسم البعنين، السيد محمد سالم العبد الله، والدرع التذكاري المقدم. من قبل نادي السباق الفروسية ومن قبل سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة نادي السباق الفروسية الشيخ محمد بن فالح الثاني إلى سعادة